اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود ظهر الأحد نتيجة امتحانات شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 73.4%. نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2021، المتقدمون 144773 طالب، الناجحون 106261 طالب، لهم دور ثاني 38512 طالب، نسبة النجاح 73.40%، الممتاز 47467، جيد جدا 37608، جيد 18791، المقبول 2395 طالب. الامتحانات تقدم لها أكثر من 140 ألف طالب بين التعليم العام والديني، وتميز هذا العام بإعلان نتيجة التعليم الديني تزامنا مع التعليم العام واعتماد نظام التصحيح الإلكتروني في تصحيح أوراق إجابات طلبة التعليم الديني. نود أن نتطرق أن التعليم الديني لأول سنة تعتمد نتيجته مع اعتماد النتيجة العامة، اهتمام كبير من مركز وطن امتحانات بالتعليم الديني، لأول مرة تجرى امتحانات بتصحيح بالنظام الإلكتروني في الأسئلة الموضوعية. الآن التعليم الديني ضمن المنظومة التعليمية بالنسبة للتعليم الأساسي والتعليم الديني الثانوي نفس الشيء. مدير المركز الوطني للامتحانات أشار إلى وجود نسب نجاح غير منطقية في بعض المراقبات وتوعد بالتحقق منها ومحاسبتها. حقيقة النتائج كانت متفاوتة من منطقة إلى أخرى، المناطق التي التزمت وفق الضوابط وفق شروط الامتحانات كانت نتائجها واقعية وحقيقية، بعض المراقبات للأسف كانت نتائجها غير واقعية، وأنا أمام الجميع نطالب بالسيد الدكتور إحالة كل اللجان التي نتائجها تفوق 85% إلى التحقق والتحقيق، باعتبار أنه من غير الممكن وغير المعقول نجد أن منطقتين متقاربتين متجاورتين أحدهما نسبتها تصل إلى 97% والأخرى 56%، وهما يمران بنفس الظروف وبنفس البيئة. أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يتم السكوت عليه ولن يمر مرور الكرام. عام استثنائي آخر يمر على طلبة الشهادة في ظل استمرار جائحة كورونا، اعتمدت فيه الوزارة طريقة أسئلة المراجعة وشددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. طبعا هذه النتائج كان حقيقة لديها العديد من المحطات، أولا كانت المحطة محطة وطنية وهي إجراء الامتحانات على مستوى كامل التراب الليبي في توقيت واحد وأعلن النتائج في موعد واحد، وهذا كان حقيقة المحطة الأولى والوطنية التي تهدف إليها حكومة الوحدة الوطنية رئيسا ووزراء. المحطة الثانية كانت حقيقة لابد أن تجرى الامتحان في خطة احترازية وتباعد وفق التوصيات اللجان الطبية، وجريت الامتحانات حقيقة باحترازية كاملة وبمناخ حقيقة كامل اللي نتمناه حقيقة يستمر على نفس المنوال يعني.